الحقيقه بحب ارحب بكل الضيوف فنانين فنانين مصر والساده الزملاء الاعلاميين اللي شرفونا النهارده. حابب بس ان احنا نفتكر ان احنا في 2015 فقدنا قامات فنيه كبيره وكتيره، والحقيقه بيبقى شرف لينا ان احنا دايما نهدي الدوره دي من المهرجان يعني لارواحهم جميعا، يعني الفنان من اول الفنانين عمر الشريف، فاتي الحمامه، نور الشريف، سامي العدل، حسن مصطفى، مديحه سالم، سعيد ترابيك، ميرنا المهندس، غسان مطر، علي حسنين، ثريا ابراهيم، والمنتج محمد حسن رمزي، كلهم ودعناهم السنه دي وربنا يرحمهم جميعا. هستاذن بس بوسي دقيقتين، انا حابب نبتدي بالفقره ديت. احنا الحقيقه كنا خلصنا كل فقرات الحفل اللي هي دايما بنعملها قبليها بفتره كبيره، وعندنا بطله مصريه كسبت ميداليه ذهبيه في بطوله عظمى، تاهلت للاولمبياد، محدش حس بيها خالص. اتفرجت عليها في برنامج كابتن شوبير، قررت في ساعتها ان احنا لازم نكرمها. انا ما اعرفش الحقيقه هي جت ولا لا، بس موجوده، بس هي شرفتنا، وحابب جدا ابتدي بيها. هوري حضرتكم الكليب اللي هو موجود في كل حته، وحضرتكم تعرفوا ان هي بطله مصر في التايكوندو اللي كسبت الميداليه الذهبيه وتاهلت الاولمبياد بدون اي ضجيج، مفيش كوره، من غير ما حد يحس. فبحب نحييها كلنا قبل ما نشوف الكليب وبعد ما نشوف الكليب. اشكركم.